السلام عليكم. اليوم نروح للملعب تاع دويرة حيث أنه فيه آخر فيديو الذي تم تصويره حول هذا الملعب، واللي بالمناسبة نأكد حاجة، هو أنه راح يكون فيه العشب الهاجين في الملعب، إذن نفس العشب اللي موضوع في ملعب عنابة أولا. والنقطة الثانية هي تبين أنه الكراسي هذو تم تغليفهم ببلاستيك، إذن لحمايتهم من التلف، واللي هذا اللي الألوان تاع الكراسي أصبحت تظهر شاحبة. إذن هذا هو يعني ما لدينا من معلومات، خليكم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.